من القواعد الفقهية: الأمور بمقاصدها. تعريف القاعدة الفقهية: مصطلح القواعد الفقهية مصطلح مركب من كلمتين أصبحتا علماً على هذا العلم. والقاعدة الفقهية هي حكم شرعي فقهي أغلبي تؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة. القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد. وأولى القواعد الفقهية التي سنوضحها قاعدة الأمور بمقاصدها. المقاصد لغة جمع مقصد، والمقصد والقصد لغة هو النية والعزم على فعل شيء. والقصد أو النية في الشرع العزم على فعل الشيء تعبدا لله تعالى. ومعنى القاعدة أن أقوال المكلف وأفعاله تابعة لنيته، فتكون أعماله صحيحة إذا كان القصد صحيحا، وتكون فاسدة إذا كان القصد فاسدا. أمثلة القاعدة: من أهدى آخر هدية فإن كان قصده المودة والمحبة في الله كان مثابا على قصده، وإن كان قصده الوصول إلى باطل صارت رشوة وأثم بذلك. أدلة القاعدة: ومن هذه الأدلة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويتفرع من هذه القاعدة العديد من القواعد الفرعية. المثال السابق يوضح القاعدة الفرعية الأولى: لا ثواب إلا بنية. العقد في المثال السابق هو عقد إجارة لا إعارة، ولو أن الإجابة كان بلفظ الإعارة. القاعدة الفرعية الثانية: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. القاعدة الفرعية الثالثة: النية شرط لصحة الأعمال.